انا كمواطنه مغربيه كنتكلم على الناس المغاربه، خوتنا المغاربه اللي مليوحين في ليبيا مهجورين كانهم ما عندهمش وطن. يا ناس قبل ما تحيدوا القنصليه والسفاره حيدوا ولادكم، ولادكم تما ولادكم وبناتكم والناس بولادهم مشردين. راه اللي مات ما كيثق ليه حتى واحد الخبار، لا فين يديروا جوازات السفر، لا فين يديروا لاكارت ناسيونال ديالهم، لا حتى شي حاجه، محرومين. الناس كتغوت على الحاجه حتى هي. المرجو منكم القنصليه ترجع لليبيا حتى دير الحل للمواطنين ديالكم، وعاد حيدوا ديك الساعه القنصليه وحيدوا السفاره. مش تحيدوا السفاره وتحيدوا القنصليه من ليبيا والنص ديال الشعب المغربي كله عايش تما. راه لا يعقل، لا ورقه لا حتى شي حاجه اللي كتثبت الهويه ديالهم. حشومه، الناس في الحباسات، الجربه كلاتهم، ها اللي ولا معاق، ها اللي تشلل، لا حياه لمن تنادي. حشومه، حشومه وعار، حشومه وعار، حشومه وعار. انا مواطنه غايره على الناس اللي عندي في ليبيا، انا مواطنه غيوره على الناس اللي كنسمع فيهم. انا عندي بنتي مجوجه تمايا، بغات غير زواج سفر تجي تشوفني، امها مريضه تما تبكي بالليل والنهار، ما كاينش من تشكيله ولا حتى شي حد يدير ليها جواز سفر. عندي اختي تما، عندي الناس كنعرفوهم، ومن غير هادشي هذا كله، غير الناس اللي كنشوف دابا انا واقفين، لا حول ولا قوه لهم. حشومه وعار.